أهلاً وسهلاً بكم في محاضرة جديدة من كورس C++. في هذه المحاضرة راح نتعلم موضوع مهم جداً من مواضيع البرمجة اللي هو الفور لوب. طبعاً اللوب اللي هي معناها حلقة أو حلقة تكرارية أو تكرار، نقدر نقول بمعنى أدق. فهذه الأداة نقدر من خلالها نضيف بيانات كثيرة جدا تصل إلى ملايين البيانات بخطوة واحدة فقط، وطبعا دائما تستخدم بإضافة البيانات. طيب الدالة لوب أو فور تستخدم بها ثلاثة محاور. طبعا هذه ثلاثة محاور لابد أنه نفهمها. طبعا المحور الأول هذا اللي هو الاي تساوي 1، المحور الثاني هذا اللي هو الاي اصغر من 10، والمحور الثالث هذا اللي هو الاي زائد زائد. طبعا هذين ثلاث محاور اذا فهمناهن راح نفهم الداله بشكل كبير. المحور الاول اللي هو اسمه initial expression اللي هو معناه محور او محدد البدايه، نقطه البدايه. المحور الثاني اللي هو test conditional expression اللي هو نقطة النهاية، يعني نقطة البداية، نقطة التوقف. والمحور الثالث هو طريقة الاستمرار، طريقة الاستمرار يعني المسار اللي راح يحددك انه تتقدم لي قدام لو ترجع لي وراء لو شنو من عملية ممكن تستخدمها. يعني هنا طريقة التقدم، هنا مثل ما نقول هنا عندنا منطقة واحد وهنا منطقة اثنين، وهنا طبعا السيارة اللي تنقلنا من منطقة واحد إلى المنطقة اثنين. طيب ممكن ناخذ مثال، نريد نضيف تعداد من 1 إلى 20. طيب هنا الآي اللي هو متغير، يعني نقول مثلا شخص بدأ من 1، الآي هو شخص بدأ من 1. آي أصغر من 10 يعني الآي راح يتوقف عند 10، يعني لابد إنه الآي يكون يعني آخر نقطة يوصل لها الآي هو لازم يكون أقل من 10. يعني إيش قد أقل من 10؟ يعني 9. يعني إذا كتبنا هنا أقل من 10 راح يساوي لي 9. إذا كتبنا هنا آي أصغر أو يساوي 10 يعني راح يكون أصغر من 10، أصغر أصغر إلى أن يوصل إلى 10 ومن ثم يتوقف. يعني إذا أصغر أو يساوي العشرة تكون داخلة، إذا فقط أصغر العشرة تكون ما داخلة، التسعة هي الداخلة. هنا عندنا I++ يعني معناها زود لي 1 2 3 إلى أن توصل للعشرة توقف. إذا I minus minus راح ينقص لي ناقص 1 ناقص إلى أن يوصل لرقم معين ممكن كتبه هنا ويتوقف. طيب نأخذ مثال حتى نفهم بشكل أكثر. طبعا نجي نكتب هنا 4 وطبعا نخلي بهذه المنطقة، نخلي أقواس ونكتب مثلا اسم متغير مو شرط I، مثلا B اللي هو متغير. طبعا لابد أنه نعرف متغير هنا B الأعلى، لابد هنا بالأعلى نعرف المتغير B. شنو هو B؟ هو integer، أو بالبداية يكون int B يساوي مثلا 1. طيب هنا راح نقول بي يساوي 1، او لا بأس انه نلغي هنا الواحد، فقط نخلي انتجر بي. هنا البي راح نعطيه قيمة اللي هو راح يكون 1. طبعا فقط ممكن نكبر من setting font size، ممكن نخلي 20. جي هنا عندنا متغير بي، وهنا البي يساوي 1، هذه نقطة البداية، فارزة منقوطة. بي أصغر، الأصغر طبعا اللي هي الركن العلامة يكون على بطرف المتغير، هذا الركن العلامة يكون بطرف المتغير، أصغر من 10. يعني البي توصل أصغر من 10 وتتوقف، يعني توصل للعشرة وتتوقف. هنا بي بلس بلس يعني زود لي البي. طيب هذه هي الشرط مالتنا، تنفيذ هذا الشرط راح نقول له سي اوت، سي او يو تي اوت بي، اطبع لي المتغير بي، اطبع لي هذا البي. يعني هذا البي راح ايش راح يسوي؟ هو راح يجي هنا يجي يدور على البي، لقى البي هو بي متغير هنا
راح يلقى البي موجود بمتغير، ينزل سطر آخر البي يساوي واحد، أوكي راح يبدي من واحد، ينتقل البي أصغر من 10 راح يتوقف، راح يشوف إنه البي زيادة لو نقصان زيادة، فراح يرجع 1 2 3 4 5 6 9 إلى أن يوصل للعشرة يتوقف. طيب نجي هنا إلى execute نشوف شنو اللي راح يصير عندنا، راح يجي يطبع لي 1 2 3 4 وهكذا. طيب إذا أنا أريد كل رقم يكون بسطر مثل ما تعلمنا، راح نضيف هنا الاند لاين، اند لاين حتى يكون عندي كل رقم بسطر. طيب هنا إذا أنا أريد العشرة تكون داخلة، نقول أصغر أو يساوي 10، أصغر أو يساوي 10 راح تكون 10 داخلة. طيب أنا أريد يوصل لحد 50، أصغر أو يساوي 50 مثل ما نلاحظ راح يبدي لي من 1. طيب أنا أريد يبدي لي من 20 وينتهي بال40. طيب اكسكيوت راح يبدي لي من 20. طيب انا اريد يبدي لي من 20 وينتهي للواحد، بس ما اريد يزود، اريد ينقص، نكتب ماينس ماينس اكسكيوت. طبعا هنا أنا فقط البي اصغر من واحد، ممكن تكون اكبر من واحد، لابد هنا نقلبها اكبر من واحد. نلاحظ هنا 20 19 إلى أن يوصل للواحد. طيب هنا شنو نكتب؟ راح نطبع اللي كتبنا، راح يتم عملية الطباعة. طيب ممكن نعرف شنو نستفاد من هذه العملية؟ هواي استفادة، طبعا هواي أمور ممكن نستفاد من عندها. من ضمن هذه الأمور اللي ممكن نستفاد من عندها اللي هي ممكن نطبع الأشهر. إذا شايفين هنا عندنا بعض الأحيان لما نريد نسجل بموقع معين راح يطلب من عندنا حدد التاريخ، اكتب التاريخ أو حدد السنة أو حدد الشهر، تطلع لنا قائمة وهاي القائمة بها تواريخ وحنا نختار من عندها. طيب شلون نختار، شلون نضيف هذه التواريخ؟ ممكن هنا متغير اسمه year، ممكن نقول year. هذا المتغير year طبعا لابد أنه بما أنه كتبنا المتغير هنا year، نجي لابد أنه نضيفه هنا year ونضيفه هنا نير ونضيفه هنا نير طبعا ونضيفه هنا بالطباعة أيضا نير. طيب راح يبدينا منين؟ يبدينا من 1990 يوصل لحد 2030، فنجي نكتب هنا 2030. طبعا هنا لازم يصير أصغر أو يساوي من 2030، يعني هنا إذا عدنا بلس بلس راح تكون أصغر، وإذا عدنا ماينس راح تكون أكبر. بما انه بلس بلس فراح تكون اصغر او يساوي 2030. طبعا نجي الى اكسكيوت، راح يبدي لنا من 1990 ويكمل لنا الى 30. طيب بنفس الطريقه اذا اريد نطبع الاشهر، نبدي من 1 والى 30. اذا اريد نضيف ارقام، اذا اريد نضيف مصفوفه، اذا اريد نطبع هذه المصفوفه، ان شاء الله راح نتعلم الاراي وراح ناخذ مثال واقعي، راح نربط بين الاراي والفور لوب وراح نعمل متغيرات وراح نضيف لهن بيانات من خلال المصفوفه. طبعا بشكل اولي هذه هي الفور، هي عباره عن اضافه بيانات، مثل ما نلاحظ هنا اضافه كميه كبيره من البيانات بخطوه واحده فقط، هذه هي الفور. طبعا واجب هذه المحاضرة هو ممكن نضيف السنوات بهذه الطريقة. طبعا ممكن نبدي من 2000 إلى 2020. إن شاء الله تكون هذه المحاضرة سهلة وبسيطة، نلتقيكم في محاضرة قادمة بإذنه تعالى.